غذية وطب أجمل. صباح النور. صباح النور سناء. صباح النور زينة. تحشتكم. تهنا. كيف عامل الدخول مع الوليدات والعودة للمدرسة؟ الحمد لله، كاين بزاف ديال الحماس، العودة للمدرسة، اللقاء بأصدقائهم، تيبانوا لي مهتمين تب الدراسة، عجباتهم. يلاه الأول توحشوا يوم اللعب. احنا كنعرفوا على انه الطاقه الايجابيه لوليداتنا، كل ام وكل اب هما الاولين خصهم يعطيوها لهم. وداكشي علاش اليوم كنتكلموا على واحد الموضوع اللي كيأرق الامهات، هو موضوع الشهيه عند الاطفال، وخاصه الشهيه ديال الصباح. هادي دابا اكثر من شهرين والوليدات عطله، كانوا كينعسوا معطلين، كيفيقوا معطلين، فبالتالي على جميع المستويات الساعه البيولوجيه كتغير. تمام. اليوم خاصنا نعاودوا نردوها للنظام ديالها، الفياق مع الستة أو السبعة، الفطور بكري. الوليدات ما كيبغيوش ياكلوا، كل أم كتحس براسها شوية بحال إلا ما عندها حتى شي حاجة، ما كتقلب على حلول على النصائح، وهذا هو موضوعنا هذا الأسبوع. دكتورة سناء العيناني كذلك لليوم غادي تقدم لنا الطريقة المخففة أو الصحية، الوصفة محبوبة، واختارينا بمناسبة الدخول وصفة ديال المادلين أو الكيك. ياك تماما. كيفاش ناخذو بسعرات حراريه ناقصه. وكذلك غادي تقدم لنا نصائح لنظام حميه للاطفال اللي عندهم داء السكري. دكتوره سناء العيناني، ملي كنتكلموا اول شيء على الشهيه ديال الصباح. بالنسبه للشهيه فهي ديال الصباح كتصعب لا على البالغين ولا على الاطفال، ما يمكنش يحد غير يفيق الصباح خصو يفطر ويخرج، هذه من رابع المستحيلات. اول حاجه خصنا ننظموها هي توقيت النوم، هذا هي الاساس، ومن هذا الشيء تيبدا النظام اليومي. منين تينعسوا الوليدات بكري كنقدروا نفيقوهم بكري، خصنا نفيقوهم واحد ربع ساعه حتى ثلث ساعه قبل من الوقت الاعتيادي، باش يلاه يستعدوا نفسيا انهم راهم غادي يبداو يوم جديد، وخصهم طاقه، وخصهم يجلسوا في هاد المائده. هاد المائده خصها تكون مائده، ماشي غير غادي ندير لهم غير شنو ما كان ونهض فيهم وفطروا، علاش ما بغيتيش تفطروا؟ لا يمكن اننا ناخذ واحد النتيجه ايجابيه الى تصرفنا بهذا التصرف. اما الى درنا واحد لاناب زوينه او قلع زوين، زينا المائده ديالنا واحد الطبيصلات اللي يقدروا يكونوا فيهم شيء ما من المرح، يمكن بالنسبه للاطفال فيهم رسوم، او لا واحد امبول، يعني واحد زليفه هي يكون فيها رسم من الاختيار ديال الطفل، نقدر نخرجوا معايا منين نبغي نشري هذا الشيء ونخليه هو يختار. مثلا شنو الزلافه اللي غتبغيها ولدي باش فيها تبدا تاكل الفطور ديالك او تشرب الحليب ديالك؟ ونقدر ندير لي واحد المفاجاه اللي ما يعرفهاش، منين يبان لي ما عنده خاطر ما عنده كانا عاد نخرجها لي ونقول لي واش انا شريت لك هذه، تنظن بان هادشي غادي يفتح له الشهيه. نخرجوا معايا منين نبغي ندير لي كورس ديالي، منين نبغي نمشي نتقدى لهذا الفطور، ما يكونش فطور ممل، يعني ما يكونش الاعاده يوميا نفس الشيء، يوميا نفس الاطباق، شويه ديال التنوع فيها خير. كيفاش خصو يكون هذا الفطور بعدا؟ مناش خصو يكون متكون؟ خصو يكون اول حاجه نعطيه شيء سائل يشربه، الماء، يقدر يكون ماء، باش اولا غادي نقوموا بعمليه ديال ترطيب الجسم ككل والجهاز الهضمي خاصه، اولا يقدر يكون عصير فواكه طري يلاه صوبته. اذا انا من الاحسن نفيق واحد الربع ساعه قبل من وليداتي ولا ثلث ساعه باش نهيئ هذا الشيء كامل. ويعني ملي كنقولوا انا نفيق يعني الام وخصها حتى هي تكون فايقه بواحد الطاقه ايجابيه، معلوم، ماشي نايضه مقلقه ومغبشه. لا لا لا، تكون هذا الشيء كتصوبه من قلبها، ورا كونوا على يقين بان الاطفال حساسين بزاف، منين كيعرفوا طبق موجد بحب وبالخاطر تيحسوا بها وتيرجعوه بواحد الطريقه جميله وما كنتظروهاش. اذا كنتكلموا هنايا على النفسيه او المعنويات، الا كانت عاليه راها كتساعد على انه داك الطفل ياكل وياكل مزيان ديك الوجبه ديالو ديال الفطور. حاجه اخرى، نشارك الطفل ديالي في ديك الوجبه ديال الفطور، ماشي غنحطوا لهم شيء ما غاديش يحس بالرغبه
في داك الفطور بحال الا جلست وشاركت معاه داك الفطور وحنا كان يمكن كان تيعاود لي يمكن ديك الوقيته وهذه والله الا كترى شحال من يوم بلا ما نشعروا حنا بقوت اللي مستريسين مع المكانه كتجري كنوليو كنحطوا الفطور ونقولوا يلا فطر ومالك ما فطرتيش ومالك ما كملتيش الفطور ولكن حنا ما جلستاش وفطرنا تماما راه الا شاركنا معاه ديك الوجبه يمكن بعد نوبات كاينين شي اسرار يقدر تشاركيهم مع الطفل ديالك يعاودهم ليك لانه حس بالراحه حس بك بالاهتمام وكيقدر ديك الساعات يرتاح ويعاود لك شي حاجه اللي كانت في قلبه وما قدرش يقولها لك او بحكم انك ما عندكش الوقت او ما كتشوفيش حتى تشوفها فيه لان مدروكه ومدهيه في خلال اليوم لا يكون حسن العوان كل واحد وشنو ديك الوقت نخصوه للطفل ديالنا بناش خاصها تكون وجبه الفطور حنايا غادي ناخذوا بعض الاسئله من عندكم مباشره عبر رقمنا الهاتفي 0522 77 24 24. الى ولدك او الطفل ديالك ولا وليداتك تي عنده بعضياتهم في الصباح ما كيبغيوش يفطروا هذه شي حاجه اللي كتقلقنا علاش كيجبنا الله الا ما كلاوش غادي يمشيو ما واكلينش غادي يكون تركيز ناقص ما غتكونش عندهم الطاقه فكيفاش اذا هذا التعديل نديروه بشكل سلس مع وليداتنا بلا ما ندخلوا في صراع بلا ما تكون عصبيه ولا توتر وإلا عندك لاله شي حيله او نظام درتيه في الدار ولقيتي عليه راحتك وليداتك ياكلوا في الصباح ايضا اتصلي بنا تقاسميه معنا مرحبا بكل شهاداتكم 0522 77 24 24. مناش كيتكون الفطور ديال الطفل شنو خاصنا نسهروا يكون في هذا الفطور خاص يكون شيء ما من مشتقات الحليب يا إما حليب أو الأجبان أو ياغورت نحاولوا ما يكونش محلى بزاف نحاولوا ناخدوه ناتور ماشي منسم بالفواكه لأن مع الأسف كيكونوا بعد نوبات غير نكهة ديال الفواكه وماشي الفواكه باش الفواكه نعطيوها لهم إضافية من الأحسن مقطعة طريفات أولا دي سموثي اللي يمكن الشيف زينة تقدر تعطينا إفادة في هذا الأمر أولا نعطيهم عصير ديال الليمون اللي يكون ديك الساعة عصرته وحطيته لهم من الأحسن مثلا كل واحد من وليداتي يوقف عند راسي منين كنكون انا كنعصر نقول له ديك الساعات نعصروا يلا ودي الكاس ديالك ولدي من هي كيشارك في تحضير ديك المائده ومن هي بحال كيساهم في انه تيصوب الفطور ديالو الشخصي شويه ديال السكر مهم ومفيد لانه كيعطي هنا ملي كنهضروا على السكر اش من نوع ديال السكر دكتوره سناء كيعطي براح وتعطي طاقه السكر اللي غادي نعزلو بالنسبه للفطور هو اللي كاين في الكونفيتور من الاحسن نصوبها في البيت لانني غنكون محكمه من كميه ديال السكر اللي انا دايره فيها وما غتكونش فيها مواد حافظه والعسل حتى هو نحاول ناخد شي عسل من جوده عاليه باش نقدر نستعمله كمصدر ديال السكر والطاقه او تمر او زبيب كنهضروا ايضا على المشروب ديال الطفل شنو هي الحاجيه ديال الطفل واش ضروري داك الوليد غير الا ما خدا واحد الكاس ديال الحليب او ممكن ياخذ اتاي او ممكن ياخذ مثلا عصير وما ياخذش كاع الكاس ديال الحليب ايضا عندي سؤال على الحليب اللي كيكون محلى ببودره الكاكاو او لا بودغ دو كاكاو اللي هي طبعا عزيزه على الدراري ولكن كنبغيو دائما الاعتدال كيفاش نحصلوا على هذا الاعتدال من الاحسن بحال دابا ولدي لا كيبغي الحليب بالشكلاط من الاحسن ناخذ شكلاط حقيقي وندوبو وندير واحد لاكوز دو فاني داك لي باتوني ديال الفانيلا نشقهم في داك الحليب وندير داك الشكلاط اللي هو حقيقي وندوبو هنا غادي نحصلوا على الشوكولاشو الحقيقي داك الشكلاط الساخن الحقيقي وغادي حتى هو غادي يحس بالمذاق ديال الشكلاط من جوده عاليه ونخليك تجاوب على السؤال واش ضروري الحليب كل صباح او الطفل ممكن ياخذ اتاي ممكن ياخذ عصير ممكن ما يشرب والو هذه كلها غادي نتكلموا على هاد النقط ولكن قبل غادي نجاوبوا على فاطمه من وجده اللي كتصل بنا باش تسولنا على الوليدات ديالها صباح النور فاطمه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا بك معنا على راديو اسوان الحمد لله دايره الدكتوره كلشي بخير الله يسلمك فاطمه شحال عندك الله يبارك فيك علينا وعليك شحال عندك الوليدات فاطمه عندي تبارك الله 4 الوليدات تبارك الله هي متزوجين والولد مجوج وعندي الولد ديالي الصغير ولكنه شاب تبارك الله شحال في عمره
25 سنة. وراجل هذا تبارك الله. راجل وما كيفطر ليش. وشوف هاد الميمة انتي انتي الولد دار 25 عام ومعيطة تقولي تقولي راه ولدي ما كيفطرش. ولكن كيدير في الوزن ديالو فاطمة؟ الوزن ديالو مزيان وكيلعب سبور زعما هو كيتبارك الله كيحضر الدكتورة ديالو ما شاء الله. وفي قلب النهار مع ديك العشرة ولا الحداش كيحتاج ياخد شي حاجة ولا تكيرجع مع الغداء؟ حتى يجي مع الغداء ولا حتى يجي مع العشية. ما ياكل والو في النهار كامل؟ ما كياكل والو في النهار كامل. شوف لا فاطمه ناكد لك على انه اليوم بزاف ديال الشباب ولا عندهم عاده انه في الصباح ما كيفطروش نهائيا ما كيدوقوش حدو ياخذوا قهيوه ياخذوا مثلا اتاي ياخذوا شي مشروب ساخن ولكن راه ما كيدوقوش النعمه. دكتوره سناء العناني وهاد العاده اليوم كاين ايضا مجموعه من المختصين في التغذيه او من المدارس ديال التغذيه اللي كيهضروا على ما يسمى بالفرنسيه بلوجون انترميتون او نوع من الصيام لعده ساعات وعلى انه بزاف الناس كيلقاو راحتهم في هذا النظام الغذائي. واش معنيته بدايه واحد السن ممكن الانسان يستغنى على وجبه الافطار؟ هنا كاينين بزاف ديال الدراسات اللي كيقدروا يتناقضوا مع بعضياتهم وكل وحده كتجيب لك واحد الادله اللي كتقنعك بهم ولكن هما ملي كتجي تشوفيهم كتلقيهم متناقضين مع بعضهم. انا غنقول لكم شنو كاين اللي بالنسبة مثلا الناس اللي عندهم مشكل مرض السكري ولو أنهم يفيقوا الصباح ويلقوا سكر نسبة السكر طالعة ضروري خصهم يفطروا لأنهم إلا بدأوا النهار ديالهم بالمائدة فارغة هنا كتكون واحد الانسولينو ريزيستانس كتكون واحد المقاومة لذاك الانسولين اللي كيدكو. إذن من الأحسن يفطروا ولو أن السكر يفيقوا به يلقوا المستوى ديالو طالع. كاين بالنسبة للناس اللي كيديروا هاد لوجون انترميتون بالفعل عطى نتائج بالنسبة للناس اللي باغيين ينقصوا في الوزن بحيث انهم ما كيكونش عملية ديال تخزين الدهون منين ما كيفطروش الصباح وما كيبداو اليوم ديالهم حتى ل 12 او الوحدة ديال النهار. الانسان بصير على نفسه غادي يقدر يجرب هاد المنوال لاق به لانني انا ما نقدرش نقول انا قراوني حاجه بعد كنقرا دراسه اللي قنعوني بها وكنلقى دراسات اخرى كتقول حوايج اخرين اللي حتى هما عندهم واحد شي حاجه اللي كتبان لك لوجيك يعني منطقيه ما نقدرش نتقل. الحاجه الوحيده اللي غنبه عليها هي الناس ديال مرض السكري ما يتبعوش هذا النظام. نوال رشيدي كتقول لي على انه حتى هي ولدها عنده 19 سنة وما كيفطرش في الصباح. نعاود نرجع لواحد السؤال بدايه من اش من سن ممكن الجسم يتحمل انه الانسان يستغنى على الفطور؟ تنظن انه بالنسبه للاطفال ضروري من الفطور ما قدروش يفطروا غادي نكملوا ليهم في ديك الوجبه التكميليه اللي كتكون مع ديك العشره داكشي اللي ما خداوش لنا في الفطور هو اللي غادي نعطيه لهم باش يكملوا الوجبه ديالهم في المدرسه او لا الا كانوا في الدار مع ديك العشره ولا 11 شويه يفيقوا ويتوقدوا عاد نعطيوهم هذيك الوجبه المخففه. اما بالنسبه للمراهقين تيكونوا تهما في طور النمو لا حبذا ان هم يفطروا ولكن هذا الشيء راه كنخدموا عليه من الاول كنخدموا عليه من الطفوله الصغيره وكيف قلت لكم يكون وجبه عائليه. اذا فاطمه من وجده ما تهوليش الابن ديالك مادام هو بخير وعلى خير 25 سنه راه راجل معنيته هو لقى واحد النظام هو دابا مرتاح كيتصنت الجسم ديالو والحاجيات تماماً. الجسم ديالو خليك مطمئنه ان شاء الله بخير وعلى خير. غادي ناخذ ام قمر اللي معنا ايضا بغات تسول على الابن ديالها الطفل ديالها ما كياكلش. اهلا بك يا ام قمر. بارك الله فيك الاخت سناء. انا كنشكركم كنشكر الدكتوره سناء. مرحبا بك معنا في حديث مغزي. انا سفيره ديالكم في امونزار. الله يبارك فيك. مرحبا. انا دائما من الصباح حتى الليل كنصنت لكم والبرامج ديالكم. مرحبا ونهار كبير. باش نفيدوك قول لي وليد ولا بنيه وشنو السن؟ بجوج بهم الوليد والبنيه. عندي الوليد عنده 7 سنين ونص والبنيه عندها 5 سنين ونص. واخا واش ما كيبغيوش ياكلوا بشكل عام او ما كيبغيوش يفطروا؟ كيفطروا الصباح؟ كيفطروا ولكن عندهم ديك الفطور اللي هو قليل والمشكل من هادشي هو ما كياخذوش الحليب ولا مشاو خداو الحليب ولا فروماج هكا مثلا الصباح ملي كيمشيو هكا في ترونسبور كيردوا كيتقياو كيضرهم في معيتهم كيقيلوا النهار كله كيردوا. اذا انت دابا عرفتي
بان الصحه ديالهم يمكن ما كتستحملش هادشي على الصباح، الجهاز الهضمي ديالهم ربما ما تيكونش مستعد باش يستقبل هاد الاجبان. نهار طويل وعريض وما كاينش غير الحليب، يقدر يكون ياغورت، يقدر ندير له منين يجي في العشيه ندير ليه واحد العصير اللي فيه ياغورت فواكه، ندير ليه بحال ان سموثي بهادشي، نقدر ندير ليه واحد الخبز فيه الجبن يديه معاه حتى للمدرسه وياكلو. اذا ما نكلفش على وليداتي داك الماكله مدروكه، ربما كيدركو الا كلاو بالزربه راه ما غاديش يهضموا، وما غيوصلوا للترونسبور ربما تيكون كي السياقه ما كتكونش منتظمه او كاين حفاري في الطريق ولا هذا، داكشي كله كيروع عليهم العيله ديالهم. واش مثلا ام قمر تدير تحاليل لوليداتها باش تعرف واش ما عندهم شي حساسيه من مادة ولا شي حاجة اللي في التركيبة ديال الحليب؟ أنا تنظن بأن هاد الشيء اللي يقدر يكون يا إما إلا كان عندهم مشكل ديال تقيؤ زعما وارد، يقدر يكون عندهم فم المائدة اللي شوية محلول، حنا نردوا البال من هاد المشكل، ديهم عند الطبيب ديال البيدياتر ديالهم، وهي يا إما غادي يصيفطها غير واحد الكونترول يعني غير المراقبة، يا إما يصيفطها عند الطبيب ديال الجهاز الهضمي اللي مختص في الأطفال، ولا هو يكون عنده إلمام بالأمر ويشوف. السن اللي عطاتنا الوليدات اللي عندهم أقل من 10 سنين شنو هي الحاجيات ديال الطفل الحليب والمشتقات ديالو؟ شحال مره خص وليدات ياخذوا الكالسيوم في اليوم؟ خصهم ياخذوا 3 حتى 4 ديال مشتقات الحليب في اليوم على النهار كامل. دونك عندنا الفطور، عندنا يقدر يدي معاه شي خبيز قلنا فيه الجبن، يقدر يدي معاه واحد ياوخت اللي يقدر يشربو في وقيته ديال الكوتي ديال الصباح الا ما خداش في الصباح، اما الا فطر في الصباح ما يديش معاه هادشي. ويقدر ياخذوا عاود كجبن ربما في السلطه ديال الغداء اولا في اخر الوجبه ديال الغداء الا كان يقدر ياخذوا، ولا في الكوتي في العشيه. حنا موصلين مع تغذيه وطيب جميل، نصائح مفيده وعمليه باش نتوفقوا في عوده الاطفال الى المدرسه. طبعا هذه كتبقى واحد المهمه اللي كتبغي كل ام، وتيبغي ايضا كل اب على انه دوز في احسن الاحوال، وانه خاصه نشوفوا الوليدات كياكلوا الامور اللي غتفيدهم في ذاتهم في ذكائهم في النمو ديالهم. وشفنا اليوم مناش خاصو يتكون الفطور ديال الاطفال. عندي ايضا واحد السؤال باش ما نفلتش هذه الفرصه، الامهات اللي عندهم الوليدات عندهم اقل من سنتين، ام يحيى كتسولنا الوليد عنده عام وما كيبغيش ياكل ليها، في هذه الحاله اشنو خاصها دير؟ الوليد اللي عنده عام بعدا غيكون مركز الاكل ديالو على الحليب خاصه، تقدر دير ليه شيئا من الحبوب، يا اما غادي تدير ليه غير اون تارتين واحد 30 غرام ديال الخبز مع الزبده والكونفيتور او الزبده والعسل، لان هو محتاج حتى للمواد الدهنيه باش تجيب له لا فيتامين ا اللي حنا كنعرفوا بانها لصحه العيون مفيده. تقدر مثلا دير ليه شي رسم في داك الخبيز ديالو. دابا بزاف ديال السيدات ولاو كيديروا خبيزات صغار للدراري، خبيز وتقدر ترسم فيه شي حاجه، عوينات تقدر دير الزيتون، هو تيجي داكشي بحال كيلعب بحال كيلعب بحال كيضحك، ماشي نديروا داك الجديه وكنبقاو كنخاصموا على الوليدات باش ما يفطروش باش يفطروا، وحنا اصلا ما كنعطيوهمش المثال وما تنجلسوش نصاحبوهم في هذه الوجبه ديال الفطور. وهنايا تتاكد لنا دكتوره سناء العيناني على انه دائما الحيله احسن من العار، لكل امهات بالخاطر باش وليداتكم ان شاء الله ياكلوا وياكلوا داكشي اللي خاصهم. عندك نصيحه اخرى اللي غنزيدوها على الفطور لانه غنوصلوا معاك لجوج ديال النصائح اخرى في مواضيع مختلفه؟ كاين الحبوب اللي حتى هي خصها تكون متواجده كيف قلت لكم، يا اما الخبز يا اما مثلا واحد المره في الاسبوع غادي يكون يا اما كاك يا اما مسمن ولا الحرشه ولا هذا، مما نتعداش مره في الاسبوع او بسكويت، من الاحسن يكون مصوب في البيت. نعم. ونقدروا نشاركوا الاطفال ديالنا في ذاك الانجاز ديال الكيك او البسكويت، ربما هما اللي يديروا الاشكال ديال البسكوي باش يلدوا عليهم، بالنسبه لهم هما اللي مساهمين ومصوبين. الا ما بغاش الطفل وهو على الاقل في هذه الاسبوعين الاولين ديال الرجوع ديالو للمدرسه ياكل، اذا تخلي السيده هذاك الشيء اللي غدير له في الفطور تجمعوا له يديه معاه في واحد الحقيبه في
في الاستراحه ياكلوا يكون هو الكوتي هذا مكان. غادي نتكلموا معك اليوم في موضوع اخر اللي هو الاطفال اللي عندهم داء السكري. دكتوره سناء العيناني اليوم غادي تقدمي لنا نظام حميه خاص بالاطفال. نتكلموا بعدا على الوصفه اللي كنا قلنا ديال الكيك اللي غادي نحضروها. نعم. نعرفوا بانه حصه ديال الكيك العادي كتكون من بين 380 حتى 440 سعره حراريه في قطعة ديال الكيك. في قطعة ديال الكيك غير قطعة واحدة وعلى حسب السمك إذا بغيتوا تزيدوا القطعة الثانية هنا غادي نعطيكم أنا واحد الوصفة ديال الكيك اللي فيه أقل من 100 سعرة حرارية وفيه الشوكولا، دونك غادي يعجب حتى الوليدات الصغار. باش غنحليه بالكومبوت ديال التفاح. عثمان ندير السكر بالعجينه ديال التفاح. العجينه لا الكومبوت كنطيب داك التفاح. نحاول ناخذ التفاح يا اما الجولدن داك الصفر حيت كيكون هو اصلا حلو. كندير معاه شويه ديال الماء بدون سكر اضافي. وما خصناش نذكروا الماركه كيقول لي عبد الرحيم طبعا. وكنقدروا نديروا هذا نوع من ماشي ماركه تفقنا هذا نوع من التفاح هو اللي تيكون نواصلوا الوصفه. وكنقطعوه مربعات. كنديروا فيه شويه ديال الماء. نقدروا نديروا فيه واحد الكوز ديال لافاني باش غادي دير به السيده بحال لابوري ديال التفاح. بحال لابوري ديال التفاح كنوجدوه. غادي ناخذوا منه 150 غرام هو اللي غادي نخليوه على جنب. غادي نصوبوا به الوجبه ديالنا. كناخذوا 90 غرام من النشا ديال الذره. 125 غرام ديال الكاكاو اللي يكون جوده عاليه باش كيجي الكيك لذيذ وما يكونش فيه سكر اضافي. 150 غرام كيف قلنا ديال هاد لا كومبوت ديال التفاح. 4 ديال البيضات اللي غنعزلوا الصفر على الابيض. واحد الخنشه ديال الخميره ديال الحلوه. وقبيصه ديال الملح. غنسخنوا الفرن ديالنا على 180 درجه. كنقبطوا داك البيض كيف قلنا غادي نفرقوا الصفر على البيض. الصفر غادي نخدموه كيف كما فين كنخدموه مع السكر هنا غنخدموه مع داك الكومبوت ديال التفاح. غادي نطربوه نزيدوا داك النشا ديال المايزينا. العناصر اللي قلت لكم كاملين ديال دقيق الذره الدوره. العناصر اللي قلت لكم كاملين غنخلطوهم حتى لاخر لحظه. غاد كنطلعوا داك البيض ديال الثلج بياض البيض وكنديروه غير في غمكان صغار باش نتحكموا في الكميه اللي غادي. اذا هنا هذوك اللي كيك غنديروهم صغيورين ميني كيك او بوتي كيك اللي غنديروهم في الكويختات وغيكونوا ايضا ساهلين للوليدات يديهم معاهم من المدرسه. وكنقدروا نبقاو محافظين عليهم واحد 5 ايام حتى 6 ايام نقدروا ناكلوا هذا. هنا السيده الا كانت دايره حميه ومتبعه ريجيم ممكن تاخذ حبات الكيك في النهار لانه سعرات حراريه ماشي يوميا ولكن واحد جوج نهار على جوج نهار على جوج. يلا هشوفوا راني كناخذ لكم اليوم النصائح الدكتوره ديالنا سناء العيناني باش تعرفوا على انه الحميه واللي كل من بغى ينقص الوزن او يحرق الدهون ممكن التنوع ولكن السر هو الاعتدال. نظام حميه للاطفال اللي عندهم داء السكري اهم النصائح باختصار. ناخذوا الوجبه ديال الفطور هي المهمه. كيف قلت لكم قبيله واخا يكون النسبه المستوى ديال السكر عالي في الدم في الصباح ولا بد من الوجبه ديال الفطور. يكونوا عندنا فواكه وحبوب. فواكه مقطعه خير لنا من العصير بالنسبه خاصه بالنسبه للاطفال اللي مرض الداء السكري. لان ملي كناخذوا الفاكهه فيها الياف غادي تشبعهم وما كيتلاشاش داك الفيتامين. بحال الا درنا عصير الفواكه وغادي يمشيو الفيتامين ما غاديش يشبعهم بحال الا كانوا كلاوها كفاكهه. الحبوب ولا بد نزيدوا واحد معلقه صغيره تاع جوج معالق ديال زريعه الكتان. مهمه نولفوا الوليدات ديالنا عليها لان فيها بروتينات غادي تزيد تعاونهم انهم يكون عندهم واحد يوم يبداو بواحد الطاقه مهمه. نولفوهم على لي فلوكون دافوان على الرقائق ديال الخرطال الشوفان على الشوفان. يا اما نديروه ليهم حسوه يا اما نصوبوا بهم خبيزات يا اما نصوبوا بهم كيك. ومن بعد نقدر نعطيكم نهار اخر وصفه برقائق الشوفان. ونحاولوا الحليب ديالنا والياغورت نعزلوه نعرفوا شنو غادي ناخذوا كياغورت. كيف قلت لكم ما ناخذوش ياغورت بالفواكه لان غالبا ما كتكون غير النسمه
غير نكهه ديال الفواكه، نحاولوا اما نقطعوا داك الفاكهه في ياغورت يا اما ناخذوه ناتور، نقدروا نحليوه بالبدائل ديال السكر الى ما قبل ليناش الطفل ياخذوا هكاك مسوس. نحاولوا نزيدوا مثلا القرفه يا اما في الحليب يا اما باش بحال كتحليه شي شويه بالنسبه للطفل اللي مريض السكري، ربما كتنسمو ليه ويقدر يقبلوه. شكرا كثير دكتوره سناء العنانيه على كل هذه النصائح المهمه كثير لصحه اطفالنا والتغذيه السليمه ديالهم. عوده ميسوره وموفقه لهم جميع المدارس ديالهم كل مستويات التعليم العمومي والخاص. دكتوره سناء العنانيه اللي بغيت تواصل معاك رقم الهاتف 0522-36-54-56. مرحبا بأسئلتكم أو فيسبوك نقدر نجاوبكم سوغ ميسانجر ولا هذا مرحبا.